اليوم الثامن من رحلة التحول بتاعتي، وزني زاد 400 جرام بس، لكن حاسس بتغيير كبير في شكل جسمي، وده لأني زدت أكتر من كيلو عضلات وخسرت كيلو وربع دهون في 8 أيام بس. وعشان نصعب الرحلة بتاعتنا أكتر، قررت أزود تحدي جديد بالنسبة لي، إن أتعلم السباحة. دي واحدة من الأهداف بتاعتي من زمان، حاولت قبل كده لكن للأسف ما كانش فيه تطور واستسلمت، خصوصا إن سني مش صغير. دلوقتي الحماس ليفل مليون، يلا نجهز الأول تمرين. حقيقي مش فارق معايا هوصل للأهداف دي في الآخر ولا لأ، بس كل اللي فارق معايا إن أستمتع بالرحلة وأعمل كل اللي عليا. وصلت لمكان التمرين، من حسن حظي إن هتمرن ال5 أسابيع الجايين مع العالمي كابتن فخر. ابتدينا نعمل تمارين ضربات رجلين بالبورد، جسمي قافش جدا في المية، محتاج أشتغل على العامل النفسي ومخافش من المية. تاني تمرين كان كاتشات مع نفس، بس ما كنتش قادر اتنفس كويس. خد نفسك، حاول كمل شوية. هدفي اتعلم السباحة في خلال ال5 أسابيع الجايين، واقدر اعوم 100 متر متواصل. تمرينة متعبة جدا بدنيا وذهنيا، بس كنت حاسس بشعور جميل جدا بعد التمرين. يوم جميل الحمد لله.